اقعد يا عم، ده ايه الخنقه دي؟ اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد ليه؟ مين بقى العروسه؟ مين بقى في التلات موزز دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه ياد التلاته. ياد فين ياد التلاته؟ مين واحده في التلاته؟ انا الرابعه يا لمبي. هي دي؟ اه هي. صدق انا شفت البني ادمين بالظبط. ايه لازم انت واخد سنك الصوله دي؟ بحبها يا لمبي، بحبها قوي. طب خلاص طب خلاص، يا ريت انك بتتزفت بتتبعث، بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا. اللي هتقول لي از؟ لا مفيش از، لازم تضمن حقك، وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواقع كمبيالات. كمبيالات؟ وانا اشتري ثلاجه يا لمبي؟ يا تفهم يا دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنه بقالها كتير ملهاش ورق. انت مارك مفيش. انت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني ما انت فاهم كده كده متنيل على عينك ميت. الله، انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احتم اختنا سمير اردف، وربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعات من حضرتك. على ايه؟ نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله تجي التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك. شكبه وتكتك ايه اللي قلت؟ ايه على ايه؟ ايه يا عم اللي ايه يا عم اللي حامل اللي في وشه ده؟ دي حادثه قديمه. حادثه قديمه يعني سحبهم تحت ديجور ده؟ معلش يا لمبي، استحملوا استحملوا عشان خاطر عشان خاطر ربنا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا لمبي خلاص كده انت عبطني ولا ايه؟ معلش يا لمبي بعد ما تبردت قوي يا لمبي. تبص واخد بالك يا عم المرحوم، احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة، وعايزين ندخل الحلة والغطا في قلب بعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع. نعم؟ كويس من اي ارتجاع. يا عم يلا يا عم يا عم يلا يا عم، ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده. مية ده بيحلم وهو قاعد يا عم. لا طب فلتك الصعب. معلش يا لمبي. لمبي وزفت ايه؟ عشان خاطري يا الجواز دي مش هتتم يا عم، ما ينفعش. ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي؟ هتخلفه في مفرد الجزمة. على حاجة انت جاي ابدا في قلب مكر، انت جاي ابدا في قلب مكر. اه عايز اسال النمبي اهو. اه بتطلب عند الحكومة يا عم لمبي؟ فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطة يا لمبي؟ والله العظيم كان في مجوهرات ولا في أي حاجة في الشنطة بتاعت الضابط. هاتوه إن مسجنتك يا لمبي عشان تعرف إن أنا عمك أخ أبوك يا لمبي. هاتوه والله بتاعت الضابط مش سامعك حاجة. والجواز يا لمبي؟ يا عم أنا جوازي ما كانش لازم تنتهي معايا الصورة دي. الله يخرب بيتك. ما تقوليش يا لمبي. كما عودناكم أعزائي المشاهدين، نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي اللمبي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتدر. كويس؟ وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه ساعتك، وطردني في الشارع برضه غصب وقت ضرب، وانا ما رضيتش اتكلم. ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح عضبني من كتفي، وراح ظرفني نص كده نزلت على ودني اسنجيت. بقى وضح لو سمحت. وضح اسنجيت يعني اترشيت ساعتك. وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش لانه ده مهمن كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا. والدنيا دي يا سعادتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده؟ وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ يا سعاده حضره المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيج من بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟
واحد مصاحب علي علوكة وأشرف كوخة، عايزين نطلع الطيارة. طيب تحب تقول إيه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك أشكره وبوس إيدك شعر ودقن والجريمة لا تفيد، وأطلب في نهاية البرنامج أغنية لأم العزيزة سيد الحبايب يا حنانة نمتع. مسجون بتقعد تفكر ايه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعات. مش لابس الطاقية ليه؟ بسرعة طلع لسان. ها؟ لسان الطاقية يا مسجون. لسان الطاقية؟ لسان الطاقية اهو اهو. البس الطاقية. البس الطاقية اتحرك. كله يتحرك. خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي. أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خبطة واحدة، نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام صاحبي حبيبي، تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك. هعصرك تنسي المساجين صغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام. احترس احترس مني، هتلاقيني منط لك في كل مكان، في زنزانتك في فرشتك في نومك في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هاتوا لي الكلب ده هون على مكتبي. ايه يا عم انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عطري. الحقونا يا باب، الحقونا باب. امشي جنب الحيط، مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. شدوا تاني
يلا امدح بقى. انت مين؟ اللمب. لمبك؟ لمبك قلت بتكلم سخان. اللمب امدح امدح. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دخلت امتى؟ اه انا من امبارح وانا هنا. دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده؟ يعني اتخنقت شويه. امدح بقى والنبي. نهارك طيب. نهارك اسود. والله يا انت عبد الباشا، والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه. حقيقه ايه؟ اصل عن الخدعات شعر تعبان. اخرس جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده. انت فاهم انك جاي التكيه بتاعت المرحوم. انت جاي هنا تتسجن عارف ليه؟ انت عالي على المجتمع. انت حساله حشره تداس بالجزمه القديمه. فاهم يا هلا؟ هلا! أنا حسيت إنك عارف السجن كويس؟ لسه ما فقدتش المكان. بتقول إيه يا هلا؟ لسه ما فقدتش المكان. أنت مخبي موس في بقك يا هلا؟ أخبي موس في بق ليه؟ شعر دقنة بيطلع لجوه؟ يا هلا صار اضحك يا هلا! ده عبيط ده ولا إيه؟ اخرس! أنت عارف يا هلا التواليتات بتاعت السجن؟ انت لو التدي الكبانيه. الكبانيه الكبانيه الكبانيه. ما في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبانات السجن كبانيه كبانيه. فين ده الكبانيه؟ بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم. وبعد كده بعد كده احنيهم وارضعهم وانلمهم في سربريرهم. يا هلا الحنان ده كله. هلا قلب الام ده. يا قلب الام ده يا هلا. سيبه انت خليك معايا انا. هلا يا هلا الحنان ده. هلا انا هعمل ايه؟ بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده. ايوه هتعطل بعد. تجيني هنا اجيلك انا. ايوه اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضاك. طف جيبك وسك من بوكمون. سك من بوكمون؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ عموما يعني انا مش عارف يعني يا رب يا رب من الكل من ولانا. السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل خميس وجمعه غسيل زي الفل. مع السلامه عليكم. انا انا غسيلي الغسيل كسر ايديا والشفيف حلو في عينيا والصابون جوا في عينيا علشان اغسل انا. لا 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 اغسل. لا 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 اكتب. الريحه الفظيعه دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي حكيفك. يا ريت. خد. ايه رايك يا لليش؟ هظبطك. ظبط. ايه رايك في النفسين دول يا لليش؟ خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسه دي. يا سلام. وصلت للحكايه. انت عارف لو الهروبه دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا ايه؟ يوه يا عم ما تقلقش. انا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربيه الخضار. عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل. طب افرض افرض السواق ده مظبط مع الحكومه. يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه. انا بطمن بس. طب خلصنا ده. انتوا واثقين من السواق ده؟ يلا بقى عشان
تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. اه عندك حق، يلا بينا. زينا عزينا. شوف يا ادهم بيه، الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعنا، وهو بصراحه كده خلقه ضيق، وانت كل شويه تقول لي مش دلوقتي، الاسبوع اللي جاي، الاسبوع اللي بعده. انا عايزك تقول لي بالظبط وبصراحه كده ومن الاخر ايه الحكايه. مفيش حكايات ولا حاجه. الله، يعني انت ما تقدرش تعمل حاجه؟ اديني مستني رياض باشا ياخد اجازه، ياخد فرقه، يطلع ماموريه. ده انا جسيته بس ان انا مدخل تلفزيون او كاسيت للباشا كان هيعمل لي محاكمه عسكريه. يعني الحكايه باظت؟ مفيش حاجه باظت. انت مستعجل ليه؟ كل شيء وله وقته. ازيك يا لمبي؟ تهربت ولا ايه؟ يا نهار ابيض. خلاص يا عم متخاف. تهربت ولا ايه؟ متخاف خلاص، انت هتفضحنا. مغرب مغرب يا اسطى، حرام عفنا. مفتوطين يا ولد الكلب. ايوه يا فندم، متابعين ومسيطرين على الموقف يا فندم.